السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض نص من مكارم الاخلاق. طيب النهاردة النص ده سهل جدا، عبارة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعرفه مع بعض كده بيقول ايه. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحدا لله إلا رفع. طيب يعني إيه مس الحديث ده؟ مبدئيا كده يا ولاد، الرسول بيطلب مننا إن احنا نتحلى بثلاث صفات. في صفات الرسول بيطلب مننا إن احنا نتحلى بيها. أول حاجة إيه هي أول صفة طلبها مننا؟ أول حاجة في الحديث بيقول: ما نقص مال من صدقة، يعني مفيش مال هينقص لو احنا عملنا ايه؟ لو تصدقنا. يبقى اول حاجة بيطلبها مننا من الصفات الحميدة اللي عايزنا نتحلى بيها هي التصدق، تمام؟ طيب يا ترى ايه الحاجة التانية؟ بيقول ايه؟ وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني ايه يا مس؟ العفو هنا يا جماعة يا ولاد معناه التسامح. يعني عايز يقول لنا الرسول ان الانسان اللي هيتسامح ده ربنا هيجعل ليه مكانة وشأن عظيم، وهيرفع من شأنه ومن مكانته وهيكرمه. يعني معنى كده ان ربنا الرسول هنا طالب مننا ان احنا نتسامح. يبقى اول صفة طلبها مننا الرسول صلى الله عليه وسلم هي التصدق، تاني صفة التسامح. بعد كده بيقول لنا: وما تواضع احدا لله الا رفعه. ما فيش حد بيتواضع يا اولاد الا لما ربنا بيكرمه وبيجعل ليه برضه مكانه وشان عظيم. يبقى الرسول هنا طالب مننا ايه الصفه الثالثه؟ طالب مننا التواضع. طيب اول حاجه بقى عايزين نتكلم فيها، تعالوا نشوف كده المعاني مع بعض يا اولاد. الرسول في الحديث صلى الله عليه وسلم بيقول: ما نقص مال من صدقة. عايز يعرفنا ان المال اللي الانسان بيتصدق بيه بالعكس ده مش بيقل يا ولاد. لا يا ميس ازاي؟ طبعا كله عمال يفكر دلوقتي وهيقول لي: لا ازاي، انا لو معايا مبلغ من المال وتصدقت وطلعت الفقراء جزء منه اكيد هينقص. لا، ده احنا الرسول بيقول لنا ما نقص مال من صدقة، مش قصده هنا هوت ان المال ده هيزيد هيبقى اكتر معاك، لا ده ربنا هيبارك في المتبقي. بمعنى دلوقتي مثلا انا معايا مبلغ من المال، معايا مثلا 50 جنيه، تمام؟ وحصل ان انا لقيت حد من الفقراء والمحتاجين محتاج مبلغ من المال وانا محتاجة نطلع صدقة، فطلعت مثلا 20 جنيه منها، تمام؟ المفروض المتبقي معايا كام يا ولاد؟ 30. طب بس الرسول بيقول ما نقص منهم من صدقة، يعني هيزيد يا ولاد ولا قصده بيها ايه؟ قصده ان ربنا هيبارك في 30 جنيه المتبقيين معايا، تمام؟ فهمتوا يعني ايه ما نقص ماله من صدقة؟ وكلمة نقص معناها قل، لكن عكسها ايه يا ولاد؟ زادة. طب الصدقة ديت يا ولاد هي ما تعطى للفقراء والمحتاجين والمساكين، طبعا جمعها صدقات. طيب وما زاد عبدا بعفو إلا عزا. طب يا ميس، العبدا هنا قصده بها الإنسان، سواء الإنسان ده كانت رجل أو امرأة. الرسول بقى هنا هو قال لنا إيه؟ قال لنا إن الإنسان المتسامح ده ربنا هيجعل ليه إيه؟ هيعلي من مكانته وهيخلي ليه منزلة وشأن عظيم. يبقى عزا معناها إكراما، عكس العز بقى. العزة يعني أنا برفع من شأن حد، مع عكسها ذلا، تمام؟ طيب بعديها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وما تواضع احدا لله الا رفعه. التواضع يا ولاد اللي هو عدم التكبر، ان انا ابعد عن التكبر. طب عكسها ايه بقى؟ عكس التواضع التكبر، تمام؟ وما تواضع احدا لله الا رفعه. كلمه رفعه برده معناها اعلى من مكانته واعلى من منزلته واكرمه، وطبعا مضادها برده ايه؟ يعني كمان مضاد كلمه رفعه مضادها أذله، تمام؟ دي المعاني، المعاني سهلة جدا بتاعة الحديث، ما فيهاش أي مشاكل. مظاهر الجمال، مظاهر الجمال عندنا سهلة جدا. أول حاجة هنتكلم فيها يا ولاد لما أقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. دايما يا ولاد كلمة رضي الله عنه دي جملة بتفيد الدعاء
للإنسان اللي أنا بتكلم عنه. يعني مثلا لو قلت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، هنا هو رضي الله عنه دي دعاء لمين؟ لأبي هريرة، تمام. لو قلت الرسول صلى الله عليه وسلم، برضو يعتبر كلمة الرسول يعتبر إيه؟ كلمة صلى الله عليه وسلم دعاء للرسول. طيب لما أقول رسول الله، ما هو يمس احنا عارفين ان الرسول، انت هنا الحديث ده بنتكلم عن سيدنا محمد، لما احط كلمة الله بعد كلمة الرسول انا كده عايزة افيد التعظيم، يعني عايزة اعظم الرسول اكتر، فجبت لفظ الجلالة بعديه، تمام. يبقى اضافة لفظ الجلالة لكلمة الرسول تفيد التعظيم والتشريف له، تمام. طيب وزي ما قلنا ان قول برضو لما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم، برضو جملة صلى الله عليه وسلم يعد تعد برضو دعاء للرسول. طيب اول حاجة نتكلم عنها في الحديث عن مظاهر الجمال، لما اقول ما نقص مال من صدقة. طب يعني ايه يا ميس ديت؟ لما اقول لك يا ولاد ما نقص مال من صدقة، يعني معنى الجملة هنا ايه؟ معناها يا ميس ان الصدقة لما تصدق الفلوس بتاعتي مش هتقل. طب هي هتزيد ولا ايه اللي بيحصل فيها؟ ربنا بيبارك فيها. طب ايه الخيال اللي هنا؟ ايه الحاجه الخياليه اللي هنا؟ الخياليه اللي هنا ان في بركه في المال هتحصل، يعني تعبير جميل فيه نفي يدل على البركه في المال وزيادته، تمام. وفي نفس الوقت مال اللي احنا مال اللي موجوده في الاول دي مش ديت اداه نفي يا اولاد؟ يعني هو برضو يعتبر ان هو دي كلها كده اسلوب نفي، اسلوب نفي يدفع التوهم ان الصدقه تنقص المال، تمام. طيب الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم فيها ان عندنا حاجة اسمها اسلوب توكيد. انا لما اكون عايزة اكد كلامي في وسائل معينة لازم استخدمها لتأكيد الكلام ده. ساعات بيكون الوسائل بتاعتي تقديم الجار والمجرور على المبتدأ، زي مثلا لما اقول في الفصل محمد. طب يا ميس ما هو محمد، لا ممكن تقولي محمد في الفصل، انا عايزة اكد كلامي اكتر وانت جايبة الجار والمجرور قدام، فكده ده اسمه اسلوب ايه؟ توكيد. في نوع تاني عندنا من اسلوب التوكيد اللي هو موجود عندنا النهارده في الحديث، لما اقول ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. طب يا ميس فين اسلوب التوكيد ده؟ اسلوب التوكيد عندنا هنا هو استخدام وسيلتين مع بعض. ايه هما؟ شايفين انتوا مال اللي في الاول دي يا اولاد؟ لما اقول ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، ده من اساليب التوكيد اللي عندنا، ان يجيب لك ما النافيه في الاول زي ما اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت، وجايب لك بعد كده حاجه اسمها اداه استثناء موجوده في النص اللي هي الا، تمام، اللي هو ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. ده يعتبر كده اسلوب توكيد وسيلته النفي وما والا عفوا الا الاستثنائيه، تمام. وطبعا في عندنا اسلوب تاني برضو اللي هو ما تواضع احدا لله الا رفعه، برضو ديت اسلوب توكيد وسيلته النفي بما والا الاستثنائيه. الحديث عندنا في بعض الكلمات ما بينهم تضاد، اتكلمنا مع بعض وعرفنا يعني ايه تضاد. تضاد يعني مضاد، يعني كلمتين عكس بعض، بس احنا طبعا كبرنا وما فيش حاجة اسمها عندنا في مظاهر الجمال اصلا كلمة عكس او كلمة مضاد، اسمها تضاد، تمام. يبقى لما اقول لك تضاد بتطلع لي كلمتين عكس بعض، يعني ضد بعض، زي ما اقول نقص وزاد الموجودين في الحديث، وزي ما اقول تواضع ورفع، تمام. وطبعا التضاد ده بنجيبه عشان نقوي المعنى اكتر، تمام. يبقى تضاد يفيد انه يوضح المعنى ويقوي. اخر حاجة برضو هنتكلم فيها في مظاهر الجمال، الحديث بيتكلم يا ولاد عن في مجموعة من الكلمات جاية نكرة. ساعات النكرة بتفيد يا ولاد بتكون هدفها انها تفيد العموم والشمول عشان تشمل اكتر. يعني ايه؟ يعني مثلا يا ولاد كلمة صدقة، كلمة صدقة دي جاية نكرة. طب جميس جاية نكرة ليه؟ أصلا يا ولاد احنا عندنا تلات أنواع للصدقة. عندي حاجة اسمها صدقة المال، وعندي حاجة اسمها صدقة القول، وصدقة بالفعل. طب ايه ميزة الصدقة اللي بالمال دي؟ الصدقة اللي بالمال دي يا ولاد اللي هو المال، ان انا اعطي مال للفقراء والمحتاجين، تمام؟ وصدقة اللي بالقول اللي هو ان انا اقول لهم كلمة طيبة، هتبقى عن طريق القول ايه باللسان، ان انا اقول لو انا مش معايا مال فهضطر ان استخدم صدقة القول اللي هو ان انا اقول للفقراء كلمة طيبة او نصيحة صادقة. الصدقة بالفعل دي بقى ان انا اعمل حاجة للفقراء، يعني مثلا ممكن اعمل لهم ايه؟ اساعد الضعفاء، ممكن ازيل الاذى عن الطريق، ممكن الابتسامة في وجه اخيك، انت كده يعتبر برضو اخدت الصدقة بتاعتك. يعني معنى كده يا ميس ان في كذا نوع من انواع الصدقة، صح ولا لا؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه في الحديث جاب كلمة صدقة دي نكرة،
عشان يعرفك ان هو مش بيتكلم عن صدقة، نوع صدقة معين بس انك تعمله، لا، ده انت في عندك كذا نوع من انواع صدقة، انت ممكن تعمل اي نوع فيها. يعني معنى كده ان الكلمة لما بتيجي نكرة عايز يعرفنا ان هي شاملة اي حاجة ممكن تعملها، عشان كده كلمة صدقة ديت جت نكرة لتفيد العموم والشمول، مش هي بس، ده عندك كلمة مال كمان، وكلمة عبدا، وكلمة احد. تمام؟ اهم الاسئلة بقى اللي موجودة عندنا في الدرس زي دوت يا ولاد، اول سؤال لما يجي يقولك لماذا يدعون الحديث للتحلي بمكارم الاخلاق؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم عايزنا نتحلى بمكارم الاخلاق؟ ليه عايزنا نتحلى بالتصدق والتسامح والتواضع؟ لان يا ولاد لو الحاجات دي انتشرت في المجتمع بتاعنا، المجتمع هينتشر في ايه؟ لو احنا كلنا بنتصدق على الفقراء، لو كلنا بنتسامح ومفيش ما بيننا عداوة وانتقام، لو كلنا بنتواضع ومفيش ما بيننا تكبر، كل الحاجات دي هتأدي لانتشار الحب والسعادة، وهيبقى فيه ود ووفاق. تمام؟ يبقى ساعتها هنعيش حياة، نعيش في محبة وسعادة. من أهم الأسئلة برضو الموجودة في الدرس بيسأل يقول لك كيف تزيد الصدقة بتاعت المال؟ يعني إزاي لما أصدق بالمال المال بتاعي هيزيد؟ دي بقى احنا جاوبنا عليها في اول فيديو لما قلنا ان الصدقة بالمال، لما تصدق بالمال الزيادة بتكون عن طريق ايه؟ ان ربنا بيبارك لي فيه المتبقي. تمام؟ ايه هي الخصال الحميدة التي وردت في النص؟ يبقى ايه هي قصده بيها؟ ايه هي الصفات الحميدة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم معانا فيها، اللي هي ايه بقى؟ التصدق والتسامح والتواضع. اخر سؤال كنا عايزين نتكلم فيه بمجموعة اسئلة برضو كنت عايزة اتكلم معاكم فيها، لما نقول مثلا متى يبطل الله اجر الصدقة؟ امتى يميس ربنا ما يحسبيش ان الحاجة اللي انا عاملها دي صدقة؟ اذا كان الغرض منها يا اولاد ان انت مش عايز تتقرب من ربنا، اذا كان الغرض منها انت مش عايز ثواب، لا، ده انت بتعمل كده وبتتصدق على الفقراء والمحتاجين عشان انت عايز لهدف من كل دوت الشهرة، التباهي، الغرض من دوت اعجاب الناس ليك، الغرض من دوت إهانة الفقراء والمحتاجين. لو كان الهدف من الصدقة بتاعتك كده، ساعتها ربنا بيبطل الأجر ومش بتاخد الثواب بتاعها. تمام كده؟ طيب طبعا زي ما انتوا عارفين ان التسامح برضو يا ولاد ليه اثر كبير جدا، ان بيخلي المجتمع ينتشر فيه الحب والسلام. بالطريقة ديت لما كلنا نبقى متسامحين هينتشر الحب والسلام، وهيتنزع من قلوبنا العداوة بين الناس. تمام؟ طب يا ميس اخر سؤال برضو كنت عايزة اتكلم فيه، لما اقول هو امتى التسامح يا ميس هيوصلني ان انا يبقى عندي مكانة وشأن عظيم عند ربنا؟ امتى ربنا يكتب لي ان انا شأن عظيم ساعتها؟ لما تسامح، لما تسامح يا ولاد، ويكون اصلا التسامح ده عن مقدرة عن اخذ الحق. يعني ايه يا ميس؟ يعني دلوقتي يا ولاد مثلا حد عمل لي اذى واذاني، تمام، فانا هاجي اقول له انا سامحتك ومش هاذيك. اهم حاجة ربنا امتى بقى يرفع من شأني؟ لما يكون انت قادر تاخد حقك بس انت اللي مش عايز وسامحت. مش الموضوع مش موضوع عجز او ضعف. يعني انت لو عاجز او ضعيف ومش قادر تاخد حقك، ساعتها دوت ملهوش دعوة خالص بموضوع ايه؟ العز والرفع ورفع ورفع الشأن. تمام؟ كده الدرس بتاعنا خلص، نص جميل جدا وصغير ومفيهوش اي مشاكل. تمام، شكرا لحضرتك.